تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي أنا بنزلها. حابة أكلمكم النهاردة عن حاجة أنا سألتكم هل أنتوا عاوزين نتكلم فيها ولا لأ، ومن ناحية تانية برضو أنا حبيت أتكلم فيها علشان ده الموضوع اللي شاغل العالم وهو موضوع الكورونا او فيروس الكورونا وانتشاره على مستوى عالمي وكمان انتشاره في ايطاليا. مبدئيا كده يعني طبعا دي حاجة ناس كتير كانت خايفة وناس كتير كانت قلقانة، والقلق كمان ازداد لما ايطاليا اعلنت امبارح ان هم هيقفلوا المدارس لحد 15 مارس او لحد نص مارس يعني، وفي بعض المدن اللي اوريدي طبقت التقنية بتاعت الدراسة عن بعد علشان الناس اللي هم او الاطفال او الاولاد اللي في المدارس ما تضيعش عليهم السنة وما يضيعوش وقت. من ناحية تانية كان في بعض المدارس او بعض الاماكن اللي قالوا احنا هنعوض التوقف ده هنعوضه في شهر الصيف، وانتوا طبعا عارفين ان ايطاليا في شهر 8 بتكون يعني كل حاجة قافلة لان دي الاجازة الصيفية بتاعتهم. دي نقطة. النقطة التانية بالنسبة للاجراءات اللي هي بتكون متبعة في المطارات، وهو كان بيحصل كالتالي. انا في حالتي مثلا لما يعني هحكي تجربتي الشخصية، انا لما جيت انا دخلت مطارين خلاص اوروبيين علشان ايه. طيب فانا دلوقتي اول مطار عديت عليه هو كان مطار مالطا، فاللي حصل ان هم قالوا لي ان انا اقف ما بين خطين وعملوا لي حاجه زي المسح الحراري كده علشان يقيسوا درجه الحراره. في المطار الثاني قاسوا لي درجه الحراره بحاجه مرتفعه ولا لا. طبعا كل الاجراءات المتبعه دي مهمة، ولكن برضو من ناحية تانية احنا لازم نخلي بالنا، لان انا شايفة من وجهة نظري ان فيروس الكورونا خلاص زيه زي اي فيروس، زي مثلا وليكن الانفلونزا، لما حد يكون عنده الانفلونزا فهو بيبعد عن الناس، او حتى على سبيل المثال لو اسرة مكونة من وليكن هنقول اربع افراد، فرد جاله دور الانفلونزا فبالتبعية هيتنقل للتلاتة التانيين. فمعنى كده ان فيروس الكورونا ما هو يعني هو خطر، ولكن برضو باقي الحاجات خطر خلاص، لان مثلا دلوقتي لو فلان عنده دور برد هيتنقل للتاني، فالخطورة هياها فاهمين. فهو اللي حصل خلاص او اللي بيحصل يعني ان هم نزلوا مجموعة من التعليمات او الارشادات اللي احنا لازم نتبعها، ان احنا مثلا ما نكونش في تجمعات، نغسل ايدينا، ما نسلمش على حد، الحاجات دي كلها. واصلا الحاجات دي كلها المفروض في الاحوال العادية بتتعمل، يعني مثلا حد لو حد تاني عنده دور برد خلاص مش هيسلم عليه، مش هياخده بالاحضان مثلا. لو حد مثلا نقدر نقول التجمعات اللي هو احنا كان حتى زمان واحنا صغيرين في المدرسة بيقولوا لنا ما تقربش نفسك لحد يمكن يكون عنده برد. ولكن في المجمل يعني انا عارفة ان الناس كلها قلقانة، ولكن انا شايفة ان هو هيعدي زي ما حاجات كتير عدت. يعني انا فاكرة انه في 2009 وقت ما انا كنت في سنة تانية كلية كان في انفلونزا الخنازير، اللي هو طلع بانفلونزا الخنازير وبناء عليه يعني تخلصوا من ملايين الملايين من الخنازير، وبرده كان في انفلونزا الطيور وبناء عليه تخلصوا من ديشليونات الطيور، اللي هما كانوا بيقولوا لنا ما تاكلوش فراخ وكل ده، وكان في سارس وكان في الجمرة الخبيثة. ولكن اللي انا عاوز اقوله في النهاية ان ما تقلقوش
خلوا بالكم اتبعوا الاجراءات العاديه، اللي هو انت اول ما ترجع اغسل ايدك، خد دش، لو لقيت حد عنده برد ما تتصرفش معاه اللي هو ايه ده انت عندك كورونا. لا يا جماعه، اصل زي ما قلت لكم الانفلونزا خلاص معديه، فانت لما حتى لما انت لما في الاحوال العاديه انت لما بتشوف حد عنده برد او انفلونزا ما تتعاملش معاه اكيد شخص موبوء، لان انت اتعودت على الانفلونزا. فما تجيش بقى تتصرف مثلا مع الناس ان ايه ده عنده كورونا، وما تقلقوش. يعني انا شايفه انكم ما تقلقوش، كله هيعدي. وبعدين كمان منظمه الصحه طلعت زي بيان كده بتقول ان على بدايه شهر ابريل، وهو على بدايه دخول فصل الصيف، بس ان كل ده هيروح. ليه كل ده هيروح؟ علشان الفيروس ما بيعيش في درجة حرارة مرتفعة، وده الحال من كل الفيروسات يعني في اعتقادي وفي معلوماتي الشخصية كمان. النقطة الثانية اللي انا احب اقولها، قالوا ان مصر ما عندهاش كورونا علشان مصر والدول الافريقية، علشان مصر درجة حرارة فيها مرتفعة وافريقيا درجة حرارة فيها مرتفعة. ماشي اوكي، بس هو يعني درجة الحرارة في مصر مش يعني احنا درجة الحرارة معتدلة، ولكن يعني هنشوف. كل اللي انا اقدر اقوله هنشوف. هسيب لكم لستة خلاص بالليستروتسيوني او التعليمات اللي احنا المفروض نتبعها بالايطالي ان ايطاليانو، تقروها على الشاشة كده بعد ما اخلص الفيديو ده. بس نصيحتي ليكم انا كلارا، ما تقلقوش ما تخافوش خالص، ده هيعدي زي ما اي حاجة عدت. الكورونا زيه زي دور البرد، يعني ده معدي وده معدي، بل بالعكس ده الناس بتموت بدور البرد او الانفلونزا خلاص. والانفلونزا يعني على حسب ما كنت قريت قبل كده ان هي 1000 نوع. وبعدين يعني الناس اللي هم درجة الحرارة بتاعتهم بترتفع لما يجيلهم دور برد، فتخيلوا. كمان يعني زي ما قلتلكوا تحافظوا على النظافة خلاص، انكم تغسلوا ايديكوا، وانكم مثلا لو يعني حتى دي انا بعملها شخصيا، يعني لو انتوا مثلا كنتوا برا في مطعم في مكان ودخلتوا الحمام علشان تغسلوا ايديكوا او اي شيء تاني، حاول انك الاكرة بتاعت الحمام ذات نفسها ملوثة، فحاول انك مثلا تفتحها بمنديل او انك تفتح الباب برجلك. يعني تخيلوا حمام عمومي، يعني شوفوا حتى دي كمان الحاجات الخطر. وتاني واتبعوا الاخبار، بس يعني ما تتبعوش الاخبار وتقلقوا، لا اتبعوا الاخبار وعقلوا الامور كده، وكل حاجة ان شاء الله هتبقى كويسة. اتمنى لكل الناس الصحة، اتمنى ان ما يكونش فيه قلق، اتمنى ان الوضع يرجع كما كان والدراسة ترجع كما كان، لان تعليق الدراسة مسبب يعني زعر ورعب للناس. وبأكد ما تقلقوش خالص، non vi preoccupate mai mai. شوفكم الحلقة الجاية واستنوني. انا كان في فكرة فيديو كنت عاوز اعملها، بس الحقيقة الفكرة راحت مني، بس هعمل لكم فيديوهات يعني برضو. واكتبولي برضو اقتراحات في الكومنتات بس. واشوفكم الحلقة الجاية. تشاو.